سلام المحبة والطهارة، سلام المسيح. أحبتي المشاهدين، أحييكم بفقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح. في هذه الفقرة حنتناول قول المسيح: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. متى 15 الآية 11. من أيام أبونا آدم والخطية متسلطة على بني آدم، وحاول الإنسان التقرب من الله من خلال أعمال جسدية وذبائح وطقوس الطهارة وخلافه. وجاء المسيح في منتصف الزمان وصحح المفهوم وعمقها وعرفنا على جذور الخطية، لمن قال ما في شيء يدخل الفم من أكل وشرب ينجس. فالأكل يدخل الفم وبعدين يخرج على شكل فضلات بعد ما يمتص الجسم كل المواد المفيدة من غذاء ومعادن وغيره. لكن الكلام اللي يخرج من الفم هذا ممكن ينجس، من سب، شتم، نميمة، خناق إلى آخره. طب إيش يعني هذا الكلام؟ أحبتي المشاهدين، المسيح يبي يطهرك من الداخل، لأن ربنا ما دعانا للنجاسة ولكنه دعانا للطهارة، سالونيكي الأولى 4:7. فالنجاسة تخرج من القلب والأفكار الشريرة ومش من الجسد. الجسد وسيلة، ولكن الخطية أصلا تجي من أفكار القلب، من زنا وقتل وفسق وشهادة زور وطمع ومكر وغيرها من الشرور. الشيطان أصلا ما يتعامل مع الجسد ولكنه مع الأفكار والعقل، ولما يخرب العقل يخرب الجسد وكل شيء. هذا الكلام يؤكد لك أنه مستحيل تتقرب إلى الله من خلال الجسد والعبادات الطقسية وركوع وسجود وغيره. لكن مهم جدا أنك تتقرب لله من خلال الروح والحق. يوحنا 4:24. ليش المسيح قال هذا؟ المسيح عارف أنه الجسد استعبد للخطية من يوم أن دخلت الخطية للعالم، من أيام حواء وآدم. علشان كده ربنا يبي يعالج الخطية من الداخل وتتقرب لله القدوس بالروح ومش بالجسد. ولما تكون الروح سليمة ومتوافقة مع إرادة الله، ساعتها كل شيء في حياتك يكون في مكانه الصحيح مع يسوع المسيح. صلاتي إنه الرب يهدي كل أموركم ويقودكم بروحه القدوس لكل شيء في خير وصلاح لحياتكم اليوم وكل يوم مع المسيح يسوع. آمين. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود، الرب القدير، وأمانتك محيطة فيك. أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها. أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة،
أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها، أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة، البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب، باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون، وبرضاك يعلو شأننا لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. من أكثر الأسئلة اللي تعودت عليها أنا والكثير من إخواني العابرين إلى نور السيد المسيح من خلفية إسلامية، وخاصة لو كنا سعوديين مسيحيين، هي أولا ليه تركت الإسلام، وثانيا إيش خلاك تصير مسيحي. وهذه أسئلة تعتبر بديهية وطبيعية جدا من إخواننا، سواء كانوا من المسلمين أو حتى من المسيحيين. فالمسلمين بالذات يشوفونه تصرف غريب وفعل عجيب وأمر جلل، وإنه شيء غير معقول ويثير الكثير من علامات الاستفهام. فكيف يعقل واحد مسلم يترك الإسلام لا ويصير مسيحي بعد؟ فأكيد فيه شيء غلط، خاصة أننا كمسلمين على يقين تام غير قابل للشك أننا نملك الحق المطلق وغيرنا يملك الخطأ المطلق، وأن ديننا دين صح 100% وأن الإسلام هو آخر الأديان وناسخها جميعا، وهو شريعة الله المطهرة واللي ختم الله بها كل شرائعه واعتمدها كشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فمستحيل مثلا يقبل الله منك دين غير الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخيرة من الخاسرين. ومن ناحية ثانية، فكنا على يقين تام غير قابل للشك إن كل الأديان والعقائد الأخرى أديان وعقائد فاسدة ومرفوضة، لا سيما عقيدة المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم المسيحيين. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان القرآن بالنسبة لنا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإن معجزة الإسلام والمسلمين الباقية إلى يوم الدين. وكنا مؤمنين أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين، البشير النذير والصادق الأمين ذو الإحسان والخلق العظيم. أما إحنا كمسلمين فكنا خير أمة أخرجت للناس، وكل مسلم من يحمد الله ليل ونهار على نعمة الإسلام. فكيف تجي أنت وتترك الإسلام لا وتختار دين ثاني بعد؟ شيء محير فعلا، وأكيد بشكل صدمة قوية وغير منطقية للكثير من المسلمين، وبيطرح العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام، واللي أنا بصراحة أشكر وأثمن كل مسلم اختار يسأل عن السبب وما راح للأجوبة المتوفرة السهلة المتوفرة المنتشرة عند رجال الدين، واللي هي إننا بعنا ديننا بالمال أو بالنساء أو بسبب جهلنا بالدين الإسلامي. وهذا بصراحة كلام غريب وعجيب. فكيف الإنسان يشتري دنياه بآخرته ويربح الدنيا ويخسر الآخرة؟ فهذا شيء مرفوض ورخيص جدا من أي شخص يسويه. ومثل ما يقول السيد المسيح، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إذن دائما السؤال هنا ذو شقين، الشق الأول ليه تركت الإسلام، والشق الثاني
ليه قبلت المسيح. فبالنسبة لأسباب تركي للإسلام فبتكلم عنها باستفاضة وبتركيز وموضوعية أكثر خلال برنامج ثاني غير هذا البرنامج، لأني في هذا البرنامج أركز أكثر على المسيحية. لكني وعشان خاطركم بمر على الإجابة هنا لكن بشكل سريع. فبالنسبة لسبب تركي الإسلام فكانت البداية عبارة عن نقاش دار بيني وبين أحد الإخوة المسيحيين في برنامج البالتوك المشهور. نقاش كذا حاولت أثبت فيه أن الإسلام دين محبة وسلام وتعايش لجميع البشر. فكانت هذه المحاولة سبب في بداية بحث طويل وعميق في الإسلاميات استمر لعدة شهور وسنوات، وصلت بعدها إلى حقيقة للأسف كانت مرة قاسية علي وشكلت صدمة هزت كل أركان حياتي، صدمة عانيت وما زلت أعاني من أثرها إلى اليوم. حقيقة تسببت لي في ألم عميق داخل نفسي ووجداني وغيرت كل شيء في حياتي، لكن أشكر الله إن كان تغيير قادني للأفضل. الحقيقة اللي كنت أجهلها والكثير من المسلمين يجهلونها إلى اليوم هي أننا كمسلمين نجهل حقيقة الإسلام تماماً. حقيقة أننا خلقنا صورة جميلة للإسلام وصدقناها وفرحنا فيها وحبيناها أكثر من صورة الإسلام الأصلية، الصورة اللي صرنا نرفضها إذا شفناها متجسدة في داعش أو في القاعدة أو في أي شخص طبق الإسلام بحذافيرة. حقيقة أننا عرفنا عن الإسلام بمقدار ما أراد لنا شيوخ الإسلام أن نعرف عنه. حقيقة شعارات براقة كنا نفتخر فيه قدام العالم، شعارات تقول إن الإسلام دين سلام، الإسلام دين محبة، الإسلام دين تسامح، الإسلام دين الإنسانية، وخذ عندك الإسلام دين الرحمة، والإسلام كرم المرأة، والإسلام كرم الإنسان، وفي الأخير طلعت كلها مجرد شعارات رنانة لا أكثر ولا أقل، صوت بس، يعني مجرد كلام، أقوال مش أفعال، نظارات كذا تلبسها فتوريك الحقيقة بلون ثاني ممكن تتقبله، لون أجمل من الواقع. الحقيقة أننا كمسلمين كان من السهل علينا جدا نكتشف خطورة الإسلام بمجرد تصفحنا القرآن، لكن مشكلتنا الكبيرة أننا قبلنا كل شر فيه عشان كنا مصدقين ومقتنعين أن كلام الله والله حر في عبادة، وطالما احنا مسلمين وفي السيف سايد فما في مشكلة. لكن لا الإسلام طلع سلام، ولا القرآن طلع فرقان، ولا النبي طلع نبي، ولا كنا خير أمة أخرجت للناس، وهاتك في صدمات، صدمة ورا صدمة، وكل صدمة أقوى من الثاني لحد ما تهاوى هذا الدين في داخلي، وتأكدت قطعا أن دين غلط وإني تحررت منه تماما. وبعدها قررت قرار جريء ومصيري، وهو إني أمسح أي رواسب أو أفكار إيمانية قديمة أخذتها من أي دين أو إيمان أو عقيدة قديمة صدقتها وبنيت عليها أفكاري وآرائي ومعتقداتي السابقة. يعني بالعبارة سويت ديليت، مسح لعقائدي الدينية كلها، وبدأت من الصفر، لكن بمنهج أساسه أني إنسان طبيعي وحر يبحث عن الإله الحقيقي. فوضعت أسس ومعايير جديدة ممكن من خلالها أوصل أو أتعرف على الإله الحقيقي، وكانت المعايير كالتالي: إن الله هو الخير المطلق، أو أقدر أقول إن الله ينبغي أن يكون هو الخير المطلق والمحبة المطلقة والعدل المطلق بجميع مشتقاتهم. يعني مستحيل يجي بشيء مخالف لكل ما ذكرته ويأمر فيه. وإن الله أب لنا، أب لنا، ليش لا؟ أب يشبهني ويشبه كل أب في أبوته، وهو الأب اللي يتعامل مع جميع أبنائه بكل محبة ورحمة وحنية وتسامح، ومستحيل يميز بين عياله مهما كان
فيحب هذا ويكره ذاك. فإذا كنت أنا وأنا بشر مستحيل أكره عيالي، فكيف الله بيكره خلقه؟ أكيد هذا شيء غير مقبول، ولأني أبوهم فأكيد أبغاهم يحبوني مثل ما أحبهم، وأكيد أبغاهم يحبون بعض بدون أي كره، ونكون أسرة واحدة تجمعنا محبة الله لنا ومحبتنا لبعضنا البعض. ولأن إله كل خير فأكيد بيكون إله سلام. يعني مش ممكن يأمر بالقتال أو بالحروب أو يطالب أو يطلب من عياله يتحاربون مع بعضهم ويكون سبب شر وكره في حياتهم. وحتى لو صار واختلفوا مع بعضهم، فلو غلط ابني على أخوه فمستحيل تكون الأولوية عندي أخذ حق الأخ من أخوه بقدر أن يتعلم المظلوم التسامح والغفران، ويتعلم الظالم المحبة والإحسان، ويعيشون الاثنين بسلام مثل ما أنا أتمنى لهم يعيشون. فكنت مهتم جدا أدور على إله وفر كل هذه الشروط كأساس لتعاملنا معه وتعاملنا مع بعضنا كبشر. فكانت المحبة بشكل عام هي قاعدتي الأساسية في البحث عنه. صدقوني هذا بالضبط اللي وجدته في السيد المسيح، له كل المجد بكل ما تعني الكلمة من معنى. فكانت صورة السيد المسيح مطابقة تماما لكل المعايير اللي حطيت في بحث بيدي عن الله الحقيقي. فمع أني كنت أمر بإشارات كثيرة وأنا في طريقي للمسيح تدل على أنه هو الإله الحقيقي، على أني كنت ما أكتفي واستمر في البحث عشان أتأكد ويطمئن قلبي أكثر. فكان يقول لي بوضوح أنا هو، وما كنت أفهم، ويزيد أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لكني برضو ما زلت مستمر ومتابع الإنجيل حتى توقفت عند موعظة الجبل الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ولمسني كلام المسيح من جد. وأنا متأكد إنه بيلمس وجدان أي إنسان بيتوقف عنده. والمسيح ينادي ويقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة، طوبى للودعاء، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. سمعتم إنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر. سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. أنا هنا وبدون ما أشعر بكيت من الفرح ومن هذا التعليم اللي مستحيل يكون خارج من ثم إنسان عادي. فهذا بالضبط التجسيد الكامل للمحبة والإنسانية والتعايش الأبوي اللي كنت أبحث عنه. لكن يا ترى هل توقفت؟ لا، استمريت في البحث وكأني أدور عن شيء ناقصني بعينه، لين وصلت للآية العجيبة واللي أثبتت لي وبدون شك إن المسيح هو الإله الحقيقي اللي كنت أبحث عنه. فكانت الآية المعجزة وقاعدة الحب الإلهي اللي قالها السيد المسيح لما سأله واحد من الناس عن أعظم الوصايا، فقال له يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية، هذه الوصية الأولى، والعظمى والثانية مثلها
تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. أنا هنا ذهلت من هذه الوصية والتعليم المطابق تماماً للمعيار اللي وضعته، وهو المحبة، أن تحب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتتعامل معاه بهذه المحبة، وتحب نفسك ولا تحتقرها، وتتعامل مع نفسك بهذه المحبة، وتحب قريبك اللي هو أي إنسان غيرك كنفسك، وتتعامل معاه بهذه المحبة. يعني آية شملت كل علاقات الإنسان وبنتها على المحبة. يعني حب الله، حب الله وحب نفسك وحب الناس، حب كل الناس حتى المختلفين عنك باللون أو بالعقيدة أو باللغة أو بأي اختلاف ثاني. في طريقي للبحث عن الله صادفت معجزات كثيرة حققها السيد المسيح في حياتي، وشفت كيف تغيرت شخصيتي بمجرد بداية تعرفي عليه ومعرفة وصاياه. لكن الآية هذه خلتني أشهد وأنا واثق ومطمئن أن السيد المسيح هو الإله الحقيقي وليس سواه، فسلمت حياتي وقبلت مخلص شخصي لي، وتعمدت بعدها في الخليج العربي سنة 2002. والصراحة ما كان القرار بسيط، ولا أقول أن الطريق كان سهل أو أنه بيكون سهل على أي إنسان يترك دين أباءه وأجداده، فأبداً ما كان سهل علي ولن يكون سهل عليك، لكن هذه أبديتك ومصيرك. وممكن جداً أنت شخصياً تكون نور وبركة لأهلك والناس كثيرين، تأخذهم معاك إلى بر الأمان. وفي الختام أحب أقول أننا كنا كمسلمين نعتقد أننا نعرف السيد المسيح وأننا أتباعه الحقيقيين، لكن للأسف هذا الشيء غير صحيح، فكلنا نجهل هذا الإله العظيم. ونصيحة: لا تصدق أبداً أن المسيح مجرد رسول، أو أن المسيحيين يعبدون بشر، أو أن كتابهم محرف، فكل هذه محاولات لإبعادك عن حقيقة المسيح. فلا تسمح لأحد يخدعك، لكن اتخذ اتخذ زمام الأمور بنفسك، وابدأ في بحثك عن الحقيقة بكل صدق وأمانة وإنسانية إذا كنت حاب تكسب أبديتك. وحاول تتخذ قرار جريء ومصيري إنك تبدأ بحثك عن الإله الحقيقي. وأنا أصلي أن يقودك الرب ويرشدك لمعرفة الحقيقة. في اسم من أحبنا وفدانا له كل المجد. والآن أتمنى أكون رديت عن استفساراتكم، وأتمنى أنك تستفيد من اختباري. وشكرا لكم، وأشوفكم على خير، وسلام المسيح معكم. أحبتي في المسيح، سلام الرب يسوع المسيح ونعمته لكم وفيكم اليوم وكل يوم. واليوم ومن خلال فقرتكم اللي نتكلم فيها عن روائع الإنجيل، هنتكلم عن المسيح لما تحدث عن مثل الزارع. تعالوا سوا نسمع هذه الآيات المباركة: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط بعض على الأماكن الحجرة حيث لا تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق إذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعضه 100 وآخر 60 وآخر 30. متى 13 الآية 3-8. المسيح يتكلم معك بأمثال علشان يصير فهم الهدف سهل عليك. الزارع هو ربنا اللي ينشر البذور على الأرض، والبذور هي ترمز لكلمة الله. كلمة الله ممكن تجيك من خلال صوت الروح القدس جواك.
أو عن طريق وعظة تسمعها من خادم أمين، أو نصيحة من أب أو أخ صادق، أو من خلال قدوة حسنة الرب يحطها قدامك، أو من خلال شخص مؤمن تشوف سيرته الحسنة وتتعلم منه تكون زي قدوة حسنة لك. المهم أنه ربنا كل يوم بيزرع في قلوب البشر كلامه اللي يعطي حياة للبشر كلهم، لأن ربنا يحب البشر كلهم. فكلمة ربنا اللي هي البذور ممكن تجي على أرض صلبة وجات الطيور وأكلته، يعني واحد يسمع كلام ربنا ومهتم وصار في حال سبيله. وحيانا البذرة تطيح على الأرض محجرة وتنمو البذرة ولكن بدون أساس، وأول ما تضربها الشمس تموت. يعني واحد يسمع كلمة ربنا وينبسط بها ولكن الدنيا تجذبه كثير ويروح لحال سبيله. وممكن تطيح البذرة على أرض فيها شوك ولما تنمو يقتلها الشوك، مثل واحد يسمع كلام ربنا وينبسط بكلام ربنا ولكن هموم الحياة تخنق هذا الفرح وتشغل هموم وتحديات العالم عن الاستمتاع بكلمة ربنا. أما الأخير هو لما نطيح البذرة على أرض طيبة وتعطي الثمر 30 و60 و100، هذا واحد إنسان طيب بالقلب ويسمع كلام ربنا وينبسط فيه ويعمل فيه ويطبق تعاليم ربنا في حياته اليومية ومع الناس بكل فرح وحب، وهذا هو اللي بيجيب الثمر. وصلي إنك تكون من هذه الفئة من الناس الطيبة اللي تسمع كلام ربنا وتفرح وتطبقه بحياتها. حتى هذول الطيبين نفسهم تلاقيهم يعطون ثمر بدرجات متفاوتة حسب تعلقهم وتعلمهم لكلمة الرب اللي فرحوا فيها وعاشوها، فمنهم من يجيب ثمر 30 وبعضهم يجيب ثمر 60 وبعضهم وصل لأنك تكون أنت منهم بعد اللي يجيب ثمر 100% ويكون لهم فرح في الدنيا والآخرة هم بعد من نصيبهم. أصلي لأجلكم ولأجل أن تكون أنت أداة بيد المزارع العظيم ربنا يسوع المسيح، يزرع كلامه الطيب الزين من خلالك وفيك علشان تكون أنت بركة لمن حولك ويلاقي كلامك الطيب موقع على قلوب طيبة تسمع وتفرح ويعمل فيها الثمر 30 و60 و100 ضعف، وتكون أنت سبب في خلاص نفوس كثير بالمسيح يسوع. آمين.